نورتنا يا سالم. نورك كل عام وانت بخير. وانت بخير وانتم بخير وصحه وسلامه ينعاد عليكم يا رب. يعني تحيه لك وايضا الرابح يمكن على الاغنيه الجميله. شوف انت كل ما تشوف يمكن موضوع فوزك في البوليفارد الواحد ما يمل من عنده، تبقى ذاكره وهي تو جديده. قبل رمضان استضفناك على عشان هذا الشيء. الحين ايش اللي مشتاق له سالم؟ صراحة الشعور نفس ما هو للأمانة، كل ما برجع أشوف الفيديوهات نفس الشعور نفس كل شيء. حاليا أكثر شيء مشتاق للغنى للأمانة، حاب أغني، حاب أنتج وأنزل للسوق وأشوف صدى الناس أكثر. ارتحنا إحنا بعد البرنامج شوي. خليل كان قاعد كل شيء يقول سالم قلبي ريح، سالم قلبي ريح، ريحت إن شاء الله إنه ريح إن شاء الله. خلاص خلاص إيه، بدأ وقت الجد الحين أكثر إن شاء الله، إنه شغالين على كذا عمل إن شاء الله قريب راح. إحنا جبنا على طاري إنه مريح. رمضان كيف معك؟ والله رمضان ما في أحلى منه. كان في جدة يعني. إحنا وسهى نفس المكان، فرمضان جدة كان مختلف. حلو الأجواء. أكيد الأجواء كانت حلوة، وبالعادة رمضان يعني ما يخلى من جمعة الأهل والبيت. صحيح. وإحنا في جدة عندنا البلد، فدائما كل يومين ثلاث ايام نسير البلد والاجواء هناك. يا سلام. فكانت مختلفه الاجواء في رمضان للسنه. حلو. يعني شوف سالم انت متنوع، جمهورك يحبك كثير ويمكن ساندك. الحمد لله. كنت ابغى اسال سالم، انا ما كنت موجود وقت اللقاء من اول، ايش نوع الاغاني الاقرب ليك؟ انت تحب الرومانسي الهادي ولا تحب الاغاني شويه اللي فيها فرح؟ والله لانه دوبك اختار منك فرح وبرضه غنيت اغنيه رومانسيه. لانه صراحه انا جاي هنا ابغى اغني، فللامانه ما كنت محضر. هو الغنى بالحد ذاته حاله فرحه، انا اغني بالفرح اللي كله يدخلك في مود حلو. حتى الاغاني شويه كذا حزينه فيها فرح، فيها مشاعر. واحنا جايين ان شاء الله انه الله لا يكسر قلب احد ولا شيء. اكيد ان شاء الله. ايش اللي حاب محضر لنا سالم بعد العيد؟ بعد العيد شغال انا والله من فتره رمضان، بس رمضان كان الوقت ضيق ما في وقت طويل عشان نشتغل. حاليا قاعد احضر السنجل ان شاء الله، راح اعلن عن التفاصيل في الفتره الجايه ان شاء الله. نتمنى ونحاول يكون قبل العيد الاضحى، في فتره العيدين يعني او ما بين العيدين. عمل خليجي راح يكون حلو مع اسامي، حاليا ما اقدر اقول اسامي، نخليها مفاجاه مع اسامي ان شاء الله. اكيد نعرف انت نعرف اكيد في ام بي سي اكسكلوسيف لما أكيد يطلع. اكيد اكيد. ابو اسرك، انت كنت قاعد تتكلم عن جده واجواء جده. انت جيت من العيد علشاننا بس اليوم صح؟ اكيد. يعطيك الف عافيه. اكيد. ليش ليش لانه كان قاعد يتكلم في العيد وانه اهله وكذا، فانه جاء علشاننا بس. حل. يعني جاء الرياض علشاننا، ويقول انه مشتاق للغنى. يا حبيبي ما شاء الله صوت جميل. بس قلت له انت ما اكسر احد، كسرت له في الاغنيه. لا أنا شكلي عشان فترة موقف، وسهى سألتني على اللون المفضل فعرفت أنا. شكرا يا سالم. وحبينا نطمن جمهورك كمان عليك يعني بهذا اللقاء. حاب تعيد أحد كذا على السريع معك؟ حاب أعيد أهلي لأنه أول عيد أنا بعيد عنهم. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله وصحة وسلامة، والناس اللي منتظرتني من أول وجالسة عشان هالمقابلة، وجمهوري بشكل خاص حاب أعيد عليهم. وعيد عليك خليل وسهى، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانا سعيد كثير اني انا كنت معاكم اليوم. الله يحفظك احبابك ويحفظك ان شاء الله. شكرا لك.